السيدة زينب بنت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اتجوزت من ابن خالتها أبو العاص بن الربيع قبل الإسلام. السيدة زينب حبت أبو العاص بالفعل، ولما جه الإسلام السيدة زينب أسلمت، لكن جوزها لم يسلم. ليه لم يسلم؟ علشان ما يتقالش إن هو خذل أهله، وده كان شيء كبير جدا في وقتهم. ومع ذلك ففضلوا مع بعض، لأن حكم التفريق ما بين المسلمة وغير المسلم ما كانش لسه نزل، وكانت قريش بتغريه إن هو يطلقها، لكنه كان رافض لأن هو كان بيحبها. وتبدأ قريش تحشد لمواجهة النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، ويحارب أبو العاص في صفوف المشركين ضد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. سيدة زينب كانت وحيدة في مكة بتدعي ربنا سبحانه وتعالى بقلب الزوجة المحبة إن جوزها لا يقتل، وبتدعي ربنا بقلب البنت المحبة المؤمنة إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لا يستشهد. ويشاء ربنا سبحانه وتعالى إن أبو العاص يؤسر في هذه الغزوة. فالسيدة زينب أرسلت إن هي تفتديه، كانت بتفتديه بعقد كانت أهدته ليها أمها أم المؤمنين السيدة خديجة رضي الله عنها أثناء زفافها. فلما يشوف سيدنا النبي أبو العاص يبدأ يرق الحال بنته زينب وهي وحيدة في مكة، ويرق لذكرى السيدة خديجة وهي حبيبته وأم ولاده اللي ما فيش امرأة تانية أخذت مكانها في قلبه، فيبدأ يستأذن الصحابة إذا كانوا مش ممانعين برد العقد وإطلاق سراح أبو العاص، ويطلب منه وعد إن هو يرسل لي زينب لما يرجع مكة. الغريب إن أبو العاص وفى بالعهد ده، وتروح السيدة زينب المدينة وتفترق عن أبو ولدها رغم المحبة اللي كانت لسه ما بينهم، لكن محبة دين ربنا في قلبها كان أقوى. ويمر الزمن ويشاء ربنا سبحانه وتعالى إنه يخرج أبو العاص في قافلة تجارية، فيعترض بعض المسلمين اللي أخذت وسرقت قريش أموالهم في محاولة إن هم يرجعوا بعض حقوقهم وبعض مالهم اللي اتسرق، فيهرب منهم أبو العاص وبيكون قريب من المدينة ويستجير بزينب أم أولاده. العرب في عندهم حاجة إنه لو حد أجار حد، يعني هو قال إنه هو في أمانه أو في حمايته، ما ينفعش أي إنسان يتعرض ليه. فالسيدة زينب رضي الله عنها تجير أبو أولادها رغم إنه هو في الوقت ده ما كانش زوجها، وتدخله في حماها، وبعدين ترد ليه أموال القافلة بتاعته. كل المواقف دي كانت بتأثر في نفس أبو العاص، فبياخد أموال القافلة لمكة ويردها للتجار، ثم يعلن إسلامه أمام الجميع ويرجع للمدينة مسلم ومؤمن، وبعدها بيرجع للسيدة زينب رضي الله عنها. الحب في القصة دي حاضر بقوة رغم اختلاف الدين، رغم العداوة اللي كانت بين المسلمين والكفار. ولم ينكر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أو أحد من الصحابة هذا الشعور، لأن الحب شعور ما يقدرش الإنسان إن هو يدفعه عن نفسه.